في محراب العلم وقف أسطورة التشريح الكندية يتأمل آيات الخلق. بين يديه كتاب قديم وعقل حديث، وفي قلبه سؤال يتردد: كيف لكلمات من زمن غادر أن ترسم خريطة الحياة بدقة لم يدركها العلم إلا في العصر الحديث؟ وجوه تتقلب بين الصفحات تخبرنا عن أسطورة التشريح الكندية العالم كيث مور، الذي وجد نفسه في موسكو أواخر السبعينيات مشاركا في المؤتمر الدولي للإعجاز العلمي. لم يكن يعلم حينها أن تلك الرحلة ستكون بداية لمسيرة علمية وروحية ستغير مجرى حياته. مور، المولود عام 1925 لأب قسيس في مدينة براندفورد الكندية، شق طريقه في مجال الطب حتى أصبح أستاذا في قسم التشريح بجامعة تورنتو وعميدا مشاركا للعلوم الطبية الأساسية. في قاعة المؤتمر تردد صدى آيات قرآنية تصف مراحل تكوين الجنين بدقة أذهلت كيث مور. كيف لكتاب يعود إلى القرن السابع الميلادي أن يحتوي على معلومات لم يكتشفها العلم إلا في القرن العشرين؟ هذا التساؤل أشعل شرارة البحث في عقل مور ليبدأ رحلة طويلة من الدراسة والمقارنة بين ما ورد في القرآن الكريم وما توصل إليه العلم الحديث. في عام 1980 دعي مور إلى المملكة العربية السعودية لإلقاء محاضرة في جامعة الملك عبد العزيز. هناك تعمق في دراسة الآيات القرآنية المتعلقة بتكوين الإنسان، مثل قوله تعالى: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. صدق الله العظيم. مور الحائز على العديد من الجوائز الطبية المرموقة بما فيها جائزة من الملكة إليزابيث الثانية، وجد نفسه أمام حقائق علمية لم يستطع إنكارها. كلمة مضغة في الآية القرآنية على سبيل المثال أثارت دهشته لدقة وصفها لمرحلة من مراحل تكوين الجنين. في عام 1986 وخلال المؤتمر العلمي للإعجاز القرآني في القاهرة، صرح مور بأنه لا يعتقد أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو أي شخص آخر في القرن السابع الميلادي كان قادرا على معرفة هذه التفاصيل الدقيقة لتطور الجنين، وأكد أن ما ذكر في القرآن يتطابق تماما مع أحدث ما توصل إليه علم الأجنة. ورغم إقراره بما ورد في القرآن الكريم، ظل موضوع إسلام مور مثار جدل. ففي عام 1990 عندما سئل مباشرة عن اعتناقه الإسلام، أجاب بأنه لم يجد صعوبة في تصديق ما ورد في القرآن وأن محمد رسول الله، لكنه أضاف أنه لا يشعر بالحاجة إلى اعتناق الإسلام ليعبد الله، مؤكدا احترامه لجميع الأديان. توفي كيث مور عام 2019 تاركا وراءه إرثا علميا وفكريا ثريا، وفي وصيته طلب حرق جثته في مراسم عائلية خاصة، وأوصى بالتبرع للجمعيات الخيرية بدلا من إرسال الزهور إلى جنازته.